بس تعتبر من أكثر المؤسسات قيادة في العمل الإنساني والإغاثي، ونحن كمجتمعات مسلمة نفتخر بهذه المؤسسة وهي إسلام الكبير. دكتور هاني تقريبا بدأوا إسلام الكبير في عام 1982 بسبب أزمات معينة، يعني الفكرة كانت إنه يقدموا شيء للمجتمعات المتضررة من بعض الكوارث اللي كانت في ذيك الفترة. انت وبدأت في المجاعة اللي حصلت في عام 1982 في منطقة الحرم الأخير، ثم بعد ذلك زلزال إيران وبوسنة والهرسك وما حصل فيها من قضايا، وتاريخ طويل حقيقة إلى أن توجت أنها أصبحت من أكبر المؤسسات التي استعملت في الإغاثة. الدكتور هاني هو طبيب، ترك الطب في عام 1995 وتفرغ بالكامل في العمل الإغاثي والإنساني، وهو حاليا يرأس المنتدى الإنساني في بريطانيا، ولهم حقيقة أعمال مميزة في التشبيك والنتوركينج، ويطوف العالم حقيقة لكي هدفه الرئيسي تكوين قيادات مجتمعية تقود المؤسسات. موضوعنا اليوم بعون الله تعالى هو الاستدامة في العمل المجتمعي والعمل الإنساني كمدرس. هذا الجزء الأول من اللقاء. الجزء الثاني سيكون إن شاء الله عبارة عن حوار وديسكشن بكيف تكون مؤسساتنا وكيف تكون المنظمات المجتمعية أكثر قوة وأكثر صلابة وتعدي التحديات. كلنا طبعا نحن نمر بهموم وإشكالات في مجتمعاتنا المختلفة، لكن حقيقة فكرة هذا اللقاء اللي هي توريث الخبرة ونقل المعرفة وتيسير التواصل بين الأفراد المهتمين بالعمل الإنساني. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور هاني، أهلا وسهلا بكم. وقبل أن أسلم له الميكروفون أقدم اعتذار على التأخير الذي حصل. نحن وصلنا المنطقة هنا في التوقيت، لكن للأسف ضعف الخبرة في الباركينج والمواقف والدخول والخروج أخذنا لفة طويلة إلى أن وصلنا لهذا المكان، فالمعذرة، نكرر الاعتذار مرة أخرى، لم يكن مقصودا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتمل عقد الفريق وجودنا جميعا في هذا المكان. لغة البرنامج كانت هي اللغة العربية والإنجليزية، لكن يظهر أنه المجموعة تتكلم اللغة العربية وتفهم اللغة العربية بشكل عميق، لكن حنيسر باللغة الإنجليزية للأخوان الذين أو الأخوات الذين اللائي يحتاجون إلى أو اللاتي، أنت لاتي وأنا لائي. في بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية الدكتور حيتكلم بها باللغة الإنجليزية، باللغة العربية للغة الإنجليزية، وسيبتعد قليلا من الدارجي. كيف دكتور؟ دكتور الدارجية شوية صعبة على بعض الناس. طيب كده. بالعكس كله على بعض الناس كده مظبوط. اقصد يعني اللي ما يقدروا اللغه العاميه اسهل. طيب في بعض الاخوه يمكن يلتحقوا بينا لاحقا ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب الدكتور بحول الله تعالى حيحاول يوازن هذا الامر، لكن انا حقيقه من باب الفائده والمعرفه فقط اتمنى انكم تستفيدوا من هذا اللقاء وتحاولوا تاخذوا الخبره وليس المعرفه. خذوا الخبره وليس المعرفه، حقيقه الخبره متراكمة موجودة في ليس العمل الإغاثي الإنساني، بل خبرة في الحياة المجتمعية وكيفية بالفعل نكون مجتمع أفضل في المستقبل أفضل لنا جميعا. طيب. شكرا جزيلا لكم، وتفضل دكتور هاني، أهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قيل لي أتكلم عن الاستدامة أو السستينابيلتي زي ما احنا عارفين، وكل واحد مننا عايز معامله يكون مستديم أو دائم وناجح ومؤثر في نفس الوقت. مش معنى ان انا سجلت جمعية وعندي مجلس امناء جيد. عايزنا نتكلم انجليزي وعربي ولا عربي كويس؟ ياريت انجليزي. اسألك دور. ها؟ عربي. talking about sustainability. Sustainability is one of the issues which is a big challenge for everyone and anyone. I put 28 points. حطيت 28 نقطة، فمش عارف هنقدر نكملهم ولا لا. I don't know how can we finish the 28 points of how to be a sustainable organization. أول حاجة في الاستدامة وضوح الهدف. The first point is you have to have a clear objective. Clear objective. يعني حينما أعرف ماذا أريد أستطيع أن أحققه وأستطيع أن أبني عليه وأستطيع أن أجري عليه دائم. When I know what I do, what I want, I can achieve it
sustain it and maintain it. ثاني نقطة اللي هي وجود رؤية عندي. The second point is I have a vision. I am implementing or achieving this objective or this aim to a bigger vision. يعني عندي هدف مثلا في التعليم. التعليم عشان محاربة الجهل. عشان محاربة اللي هو التطرف. علشان محاربة كل هذه الأشياء. محاربة الرجعية. محاربة الفساد إلى آخره. My aim is to teach people. But the bigger vision is to fight ignorance, to fight poverty, to fight corruption and all these sort of things. And to raise the awareness of the people. رفع الوعي. نقطة ثانية من نقاط الاستدامة أو الديمومة اللي بنتكلم عنها هو الإيمان بالهدف بتاعنا. To believe in our objective, our values and the culture of the organization. يعني ما ينفعش موظفين يشتغلوا عندنا لا يؤمننا بالهدف ولا القيم ولا الثقافة بتاعت المؤسسة. يعني الإيمان ركن ركين في كل عمل بنقوم به، سواء عمل تجاري، عمل اقتصادي، عمل سياسي، عمل عسكري، عمل زراعي، عمل رياضي إلى آخر. لابد في الاستدامة يكون مؤسسة عندها ثقافة. I have to create a culture for my organization to be known by everybody inside the... والثقافة دي تكون معلومة، زي معلومة من الدين بالضرورة، لكل موظف وكل عامل وكل حتى متطوع عندنا. لما يجي يشتغل معنا او تشتغل معنا كمتطوع يعرف ثقافة المؤسسة شكلها ايه. So عشان كده ايه بنتكلم على الكالتشر او الثقافة بتاعت المؤسسة. من الأهداف الأساسية في الاستدامة أو نقاط من الاستدامة يكون للمؤسسة شخصية. مؤسستنا يكون لها شخصية اعتبارية. It has a character. Our organization has to have a character. والكاركتر بتاعتها ده بيعبر عن قيم وثقافة ها ورسالة المؤسسة. واضح؟ يعني نعتبر المؤسسة دي ككيان. We can actually consider our organization like a being. And this being has to have a culture and a character as well. حاجة مهمة جدا 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 في الاستدامة اللي هي تنوع مصادر الدخل. يعني you don't rely on one source of funding. More than one source of funding. أنا حاطيكم بعض الأمثلة هنا العملية اللي انتم ممكن تعملوها في 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 السويد واحنا عملناها قبل كده. Some of the examples which I mentioned to you, you can either you do it locally or internationally. In the first 5 years, في أول 5 سنين عملنا في العمل الإغاثي في بريطانيا كنا بنعرف الناس فقط بما هي المؤسسة وأهدافها. 5 سنوات. 5 سنوات خلاص. ال5 سنوات اللي بعد كده هو بدأنا نخرج علشان نجيب مصادر للدعم غير المكان اللي احنا موجودين فيه. The second 5 years we were looking for another sources of funding from different parts of Europe, not to depend on one source of funding. عشان ما نعتمدش فقط على مصدر واحد من مصادر الدخل. فخرجنا من بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، السويد، إيطاليا، أمريكا، كندا، ألمانيا إلى آخره. The source of funding become many. Not only from UK as one country, but from the rest of European countries as well as America and Canada. فتنوع مصادر الدخل بيديك استقلالية. This diversity and multiplicity of the source of funding gave you actually independence. Clear? If, لو احنا اعتمدنا على مصدر واحد للدخل، اذا اغلق هذا المصدر ماتت المؤسسة. If we depend only on one source of funding, if this closed, we finish our work. ودي خطورة كل الجمعيات اللي بتشتغل في الخليج. And this is actually the danger facing all the Gulf organizations.
لأنهم في بلاد غنية ويعتمدوا على مصدر واحد فقط، ما عندهمش مكاتب تجمع مال خارج بلادهم. Because they rely, because rich countries, they rely on one source of funding and they don't have any other source of funding from outside actually their own country. Okay? خليني أقف. أنا معك للصبح. بس أنت كتبي ها؟ For the multiplicity of the source of funding is very important point علشان sustainability. واضح؟ الشفافية transparency. لا يمكن أستديم عملي وأنا بعمل في سرية. I never believe that you will be able to have a sustainable organization if your organization becomes secretive. Do not issue reports, do not have financial reports, do not have any communication with the people. الشفافية مهمة جدا جدا كعامل من عوامل الاستدامة. المشاركة المجتمعية اللي هي community participation. Community participation. Community participation ان انا بعتبر المجتمع جزء مني وانا جزء من المجتمع. I consider the society or the community as a part of me and I'm a part of the society. And this will lead the society to help me all the way. وده اللي بيخلي المجتمع بتاعي يعطيني فلذات أكباده من الأبناء والبنات والثقافات والإبداعات اللي موجودة فيه. في حاجة الأمم المتحدة عملتها جديدة اسمها ميل. لا خليه ولا خليه ولا. ميل دي هتمشي كده معايا أنا مش هتمشي. اكتب كده ميل M-E-A-L. M-E-A-L. ميل يعني إيه؟ ميل بالانجليزي يعني وجبه، بس بالامم المتحده والكونسلتنت بقى اللي بياخدوا منكم فلوس زي ما انتم عايزين هنبقى ليها حاجه تانية. ام اي اي ال اه الام معناها مونيتورنج يعني ايه تتابع، والاي يعنيها ايفالويتر تقيم، والاي معناها اكاونتابيلتي تحاسب، والال معناها ليرنينج تتعلم. دي حطوها بالنسبه لكم كحلق في ودنكم. ميل مونيتورنج ايفالويشن اكاونتابيلتي اند ليرنينج. ما بنحطها في داخل اهداف او اللي هو الايه في سياسات المؤسسه هتبقى المؤسسه عندها قدره على الاستمراريه وتكون عندها قدره على الديمومه. مونيتورنج ايفالويشن اكاونتابيلتي and learning. التمكين يعني ايه تمكين يا شباب؟ حد يقول لنا كده يعني تمكين اللي هو empowerment يعني ايه تمكين؟ ها لا يعني ايه كلمه تمكين؟ تمكين واحد يتمكن من شيء معين بطريقه معينه. ايوه ها ارفع صوتك. بشيء معين بطريقه معينه في مكان معين في حته معينه استفدنا احنا منه ايه بقى؟ دخلنا في حاله ظلمه وخرجنا غرقانين او ودنا البحر ورجعنا عطشانين. ممكن يكون اعتماد على النفس. التمكين هو اعطيك انت الفرصه لكي تبني قدراتك وتكوني قائده داخل المؤسسه، فانت تمكني من وظيفتك، مش انا اعطيك وظيفه وكل يوم ما بديكيش صلاحيات، كل يوم ما بدربكيش، كل يوم ما بفعلكيش، كل يوم ما باخدش منك احسن ما عندك من افكار. Empowerment is to make you able to lead, be monitored by me, trained by me, and training you to become a leader inside the organization. ده مهم جدا. هيجعل كل الموظفين والعاملين المؤسسة عندهم القدرة على الايه الابداع وعلى العمل. على الابداع وعلى العمل بمعنى ان انا هخلق قيادات داخل المؤسسة تستطيع انها تقود المؤسسة وتدخل المجتمع. I will create leadership inside the organization to lead the organization then to lead the society around the organization. ده التمكين. ها؟ ما التمكين معناه ايه؟ انه في نهاية الطريق بتكون انت قائدة في التخصص بتاعك. ها؟ اكون اخذ صلاحياتي كاملة. يعني انت دلوقتي اشتغلتي. Now you got the job. Sitting and doing nothing or being just hit all the time, no. You have to be responsible, make mistakes, evaluated,
and being empowered after that. واضحة النقطة دي؟ النقطة اللي بعد كده تمثيل المجتمع، يعني كيف يمثل المجتمع داخل مؤسستي. How my society will be representing itself inside my organization. Men, women, young people, different cultures, different races, different religion, different values. When I go to the organization, لما أدخل المؤسسة ألاقي ألوان مختلفة، ثقافات مختلفة، عرقيات مختلفة، أعمار مختلفة. علشان كده يعني عرق يغذي عرق، وثقافة تغذي ثقافة، وعمر يغذي عمر. A race can feed race, culture can feed culture, and age can feed age. ده يكون موجود في المؤسسة. This should be inside the organization, not be one color and one culture or one race only. Okay. التواصل والتشبيك، we have to connect and communicate and network، مهم جدا، لأن التواصل والتشبيك بيجعلنا قادرين على جلب المعلومات والخبرات من مؤسسات أخرى. Communication networking will enable us to bring knowledge and learn from other organizations. واضح؟ بناء الشراكات، يعني building partnership. حاليا nowadays ما فيش مؤسسة تستطيع أن تقول أنها تستطيع أن تعمل عمل وحدها. There is no one organization can do the job alone. No. علشان كده المؤسسات عاملة شبكات. That's why all the big organizations have networks. They sit down، بيقعدوا مع بعض، يتكلموا، يتبحثوا، يدعوا مزاياتهم مع بعض علشان يؤثروا على ثقافة المجتمعات، وعلشان يؤثروا على القرار السياسي للحكومات أو الدول الأخرى. To sit down and being able to impact the societies as well as trying to change the government decisions on certain issues. فبناء الشراكات بالنسبة لي أنا أصبح زي كلمة التوحيد في دخول الدين. حاليا لا نستطيع أن نعمل وحدنا أو في معزل عن الناس. Nowadays we cannot work alone or in separation from other people. واضح؟ ده اللي بناء الايه؟ الشراكات. مشكلتنا احنا في العالم العربي ايه؟ ان احنا لا نبحث ولا نقرأ ولا نحلل ولا نستنتج ولا نستنبط ولا 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 ولا، بالرغم ان احنا أمة اقرأ التي لا تقرأ، وافهم التي لا تريد ان تفهم. يعني تريد أن تتعنتر كده وتطلع بوم في بعض الناس من السياسيين، يقول لك مش محتاج لدراسة جدوى بأمارة إيه، ويتعمل مشروع يخسر المشروع. أنا لا أدري ما أسماء الناس دي، فما ننظر لمثل هذه الأشياء. We are the أمة of read but we don't read, we don't understand, actually we don't make research. انتوا تعرفوا ان الابحاث بتجيب فلوس، والابحاث بتغير سياسات، والابحاث بتضع حلول، والابحاث بتمنع مخاطر. انتوا بس هتهتموا بالفلوس. You know that research bring money, prevent conflict, treat problems and build society. You're only be interested in making research to get money. If I make a research which cost me $100,000, لو أنا عملت بحث كلفني $100,000 على شيء معين، البحث ده بيتحول إلى ورقة عمل تستفيد منها الحكومة، تستفيد من المؤسسات الدولية، وممكن تحول البحث بتاعي الى مشروع مش بس $100,000، بمليون واثنين وثلاثة وخمسة. Your research paper if it's done properly it will impact the decision of the government and the government could change your research paper and the results into a project cost about 4 or 5 or 10 million and you will be implementing it.
فالذي ينظر على البحث على انه مضيع للوقت هو لا يفهم ولا يعي ولا يقرا ولا ينتمي للعمل الانساني او العمل المجتمعي. The people who look at the research as just a paper, waste of time, this individual, he does not understand, read, or being aware, or know and realize the impact and the dimension of the social and the humanitarian work. All right, حد عندكم في مؤسسته عمل حاجة اسمها مناصرة اللي هي في القرآن موجودة في سورة الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين، ها أقول بقى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام، يعني ايه يحض؟ يدفع. اللي هي المناصرة اللي هي بعد 1000 سنة سموها ايه؟ ادفوكاسي. عندك انت في القرآن بقى لها 1440 سنة. فهل احنا عندنا في مؤسساتنا ثقافة الحض او المناصرة او المناداة بحقوق الغلابة والمساكين، ولا كلها مشاريع موسمية بنأكد فيها الناس ونشربهم ونلبسهم ونعيطهم الى اخره؟ انت من فلسطين ولا منين؟ شكلك فلسطيني مش يمن اكيد. انت من تعز ها؟ ولا من اب؟ من اب عندنا يعني قرية البنا، وادي بنا، وادي بنا ان شاء الله. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء اذا ما عندناش ثقافة الحد، وده مهم جدا، ازاي انت هتستديم في عملك وانت فقط بتاكل الفقير ولا تطالب بحقوقه ولا تدافع عن حقوقه؟ How can we sustain our organization of just feeding the poor people without standing for their rights and asking for their rights؟ المبادرة والمخاطرة، نكون أصحاب مبادرات، مبادرات تستطيع أنها تخدم المجتمعات وتؤثر في نمو المجتمع، مش أي مبادرة كده تضيع وقت. يعني you have to take initiatives in our organization, you have to take risk, because when you take risk for the poor people, for the women who have been raped, okay, for the displaced people, for the refugees. Keep making initiatives for this to keep helping and supporting the community. الإحلال والتبديل والتغيير، ده بقى الأخطر حاجة عندنا في مؤسستنا العربية، اللي هو succession plan. يعني تعالى كده رئيس كبير، انت وقف جنبي كده، خلاص الأخ ده بقى الرئيس لمدة 5 سنين. ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. لا ما أنا بقى 5 سنة بس، مش قليلة. 5 سنة. أنا بعد ما شبت الإغاثة قعدت 24 سنة، قلت لهم عايز أمشي بقى. لا تمشي ليه؟ ما أنت قاعد ما كويسة، ما بتكسب العملية وبتكبر، ما ينفعش. أنت ليك 5 سنين، جزاكم الله خير، ممكن تعمل حاجة تانية. أنت ليك عقد، فيش حد ياخد عقد كموظف كده للأبد. يعني كنت بكلم جمعية من الجمعيات في لبنان تاني، يعني successive plan دي has to be there on the agenda for the board members as well as for the employees. بتكلم مع واحد في لبنان يعني فبقى له 20 سنة موظف و 30 سنة 20-30 years as a CEO. said what؟ said خلاص اما يتحل على المعاش بعد كده. الثقافة دي عندنا احنا بس في بلادنا العربية والإسلامية والأسف، لكن مش عند الغرب. بقولك so you get a job for 5 years for 10 years at least you know that after 5 years you have to look for another job. be very very clear with you nothing forever. بس هذا يختلف نعم، يختلف من مؤسسة شخصية عن مؤسسة أفراد يعني مجموعات. أنا بتكلم عن مؤسسة المجتمع. أنت فاونديشن مؤسسة الأسرة، لنفرض مثلا سؤاله جيد، لنفرض إن أنا مثلا أنا راجل غني خلاص وعندي مال كتير وعايز أعمل مؤسسة بمالي أنا، ليه الحق إن أنا أحط واحد من أولادي أو واحد من أعمامي أو واحد من خلاني أو واحد من بناتي تدير هذه المؤسسة؟ لأن ده مالي الخاص. مال المجتمع لا، الجامع لا، على جثتي انا بقولها. شوف المسجد لا، سامعين؟
الكنيسة لا ما ينفعش، لأن ده مال إيه؟ مال عام، the public money. The succession plan has to be there from day one if you would like to have a sustainable organization. ليه؟ and one day I'm the best. Okay. الأسبوع بعد خمس سنين I'm not the best. She is the best. Or you are the best. Succession plan معناها إيه؟ معناها أن منجيب بنعطي الفرصة لكل من يستطيع أن يبدع ليقود. We give the chance to the one whether male or female, would be able to produce their potential or to maximize their potential to lead. علشان كل واحد يبقى متفاعل مع أو متفاعل مع المؤسسة. يعني طيب الخبرة اللي اكتسبها خلال خمس سنوات مش هو أحسن من اللي راح يجي جديد ومش فاهم حاجة؟ لا ما مش العملية مش فاهم حاجة. أنا أحاول أصلي على النبي. My term in office is 5 years. خلاص؟ If I don't find anybody else better than myself, I can take another 5 years. But في 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 بعد أنا حديك مثلا على نفسي. يعني حديك مثلا على نفسي. أنا ليه مشيت من الإغاثة الإسلامية؟ لأن حبيت أعمل حاجة ثانية. يعني لو أنا دلوقتي بدير مؤسسة كإكسكتيف دايركتورز هفشل. أقول لك ليش؟ أنا عندي الخبرة، لكن حاليا دلوقتي مش عندي الصبر والاحتمال ولا المتابعة الدقيقة زي ما كان من 20-30 سنة فات. لا أنا مش بتكلم، أنا مش بتكلم عن، أنا دلوقتي سيبيكي من الفترة، أنا بتكلم عن أنا قدرتي في أجيال جديدة طالعة. أنت مثلا لو أنا قاعد على الكرسي ده عمرك ما هتبقى وزيرة. سوري أنا مش رئيس جمهورية. عمرك ما الفكرة إنه إعطاء فرص للآخرين طبعا. وفي نفس الوقت خلي بال حضرتك وأنا في كرسي القيادة اعلم اللي هيجي بعديه التمكين اللي هو ايه يعني في نفس الوقت يعني في نفس الوقت انت علشان اهلك انت وفلان 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 اهلك وانا موجود مش انا امشي وبعدين تطلع انت تايهه وليس الى اخره فهو ايه يعني تسليم واستلام succession plan means action empowerment while I'm in office. انا اديكم مثل لما بدات انا كنت دكتور مش قالوا كده برضك وبعدين كنت دكتور فاشل طبعا يعني الحمد لله وبعدين خدت الدال بردك الثانيه انا عندي دال اولى ودال ثانيه ودال ثالثه صح لكن في خلط في الدول العربيه بين طبيب وبين دكتور لا انا خدت انا عندي طبيب وبعدين دال ثانيه وبعدين دال ثالثه دكتوراه واه بالك فبس سيبك من الحاجات دي كلها اصبحت شخصيه لما دخلت اول مرور when we were actually the ward round in the hospital اهم شخص كان في المرور the most important individual in this ward round was whom تعال هنا انت هتقعد كده يعني beautiful face وخلاص تعرف مين كان اهم واحد كان فيه اللي هو الممرضات والحاكمات والدكاتره والكونسلتنت اللي هو رئيس القسم كان طالب كليه الطب يعني كان رئيس القسم اللي بيمر كان يقول له كل واحد هذا اهتموا بيه وجاي يتمرن من الممرضه والحكيمه والطبيب اللي هو الممارس والطبيب الكبير لان هنا الاستثمار يا اخ حضرتك اسمك ايه راني هنا الاستثمار فيه عشان ده في نفس الوقت لما يتخرج يكون عنده القدره على ان هو يدرب واحد غيره الى اخره وده التتابع اللي احنا بنتكلم فيه شكرا اصبحت انت طبيب دلوقتي كيف نبدا يس اي موضوع تبع السيشن ان حتى الشركات الكبيره والمؤسسات الكبيره عندهم برنامج هذا الاداره المتوسطه في واحد طلبه في الجامعات المتميزين يبدو يطلبوا مشان يدربوهم نعم يعني السكسيشن بس في العمل الاقتصادي والعمل التجاري والعمل الصناعي والعمل السياسي في كل شيء واللي ما يربيش جيله هو موجود يبقى مدير فاشل. في صفحة كاملة بالسويس ما تعطيك قايدا لهالشيء يعني. نعم. اي طالب بدي يقدم الشركات الكبيرة كلها موجودة. كويس، جزاكم الله خير. نعم نعم. كيف أبدع وأنا غير ممكن؟ لابد يكون في إبداع نتيجة التمكين. يعني مثلا كنا بنعمل إيه؟ روح.
ما عنديش فلوس اشتغل. في اليمن كان عندكم شباب مبدعين بسم الله ما شاء الله، وخرجوا على الأمم المتحدة من مدير مكتب صغير ومدير مشاريع، لأنه خلاص أصبح هو أو أصبحت هي يعني ممكنة وعندهم مساحة يشتغلوا فيها. فكلما زاد عدد المبدعين كلما زادت قدرة المؤسسة على الإبداع، ولن يزداد عدد المبدعين والإبداع إلا إذا كان هناك في مساحة للخطأ وللصواب وللتمكين والتدريب طبعا نتكلم عنه. قلنا دي قياس الأثر، هل احنا بنقيس أثر عملنا على المجتمع ولا لا؟ يعني احنا دائما الشباب يقول لك انا في مثلا جمعيات تقول لك ايه some organization says that we have 500 projects. ساعتها انا بقى لما انزل مصر اعمل له اغنيه واجيب له حد يغنيها وحد على الاغنيه يعمل ايه يعمل حاجه تانية كده، ببقى مرت ايه عملت 500 مشروع. what is the evidence؟ يعني every sack of flour is a project. ده طبعا يعني ده اضحوكه بالانجليزي يعني امباكت، ميجرينج ذا امباكت، ميجرينج ذا امباكت، ميجرينج ذا امباكت، ميجرينج ذا امباكت. اقول لك حاجه، انا كنت المثل ده بضربه دايما كتير، يعني اما رحنا احنا نعمل خزانات ميه على جبال كشمير، كانت البنت الصغيره كل يوم بتنزل من الجبل ساعه نازل وساعه طالع على 5 لتر او 6 لتر، ثلاث اربع مرات في اليوم، مفيش مدرسه مفيش ايه. الام كانت تعمل نفس الموضوع، يعني ما تعرفش يعني تعمل حاجه ثانيه غير انها تجيب الميه. خلاص لما حصل ان الخزانات بنى على الجبل، البنت دي ما بقتش تضيع الخمس ست ساعات في اليوم، فراحت فين؟ فاصبح عدد الاطفال اللي في المدرسه بيزداد. الميه جت على باب البيت، اصبحت المراه اللي في البيت تبذلش مجهود عشان تجيب الميه، فاصبحت ممكن تنتج منتج اخر هتبيعه في السوق بتاع القريه. فده انت بتقيس الاثر بعدد المنتجات الجديده اللي طلعت عملتها الام، وعدد الطلبه اللي راحوا المدرسه وتعلموا، مش مثلا بالحجم الخزان اللي فيه 5000 جالون او لا، ماذا فعل 5000 جالون للقريه على الطفل سواء كان ولد او بنت، وعن المرأة وعن المجتمع نفسه. واضحة؟ يعني بمعنى أقرب يعني تقييم العمل اللي أيوة. وعلى أساسه يتم حساب إذا كان إيجابي أو سلبي. هو دلوقتي إحنا بنسميه في مادة جديدة اسمها قياس الأثر. قياس الأثر. أغلب المؤسسات most of the organizations they give you the money for the organization but they don't want put the money for measuring the impact. وده خطير جدا جدا جدا. Because you can spend $1 million in a project but for the $10,000 or $15,000 to measure the impact you don't do that. لأن أغلب جمعياتنا والله أعلم يعني بتروح عشان الصورة، من ساعة عبد الحليم حافظ ما غنى صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرأي. لا بس احنا بقى خدنا الصورة بس احنا خدنا الصورة ونسينا الأصل. ده أغنية تانية احنا قلنا هنبني واحنا بنينا السد العالي، الله يرحمهم جميعا بقى. التخصص مهم، يعني كنت مثلا specialization and specialism is very important. بمعنى ايه؟ أنا humanitarian يعني بشتغل في العمل الإغاثي في مجال كبير للhumanitarian work the world itself. أنا development organization في مجال آخر للdevelopment. أنا advocacy organization في مجال للadvocacy. أنا research organization في مجال للresearch. فعلى حسب التخصص بتاعي، على حسب المجموعة اللي حكون بشتغل معها. لكن ما بقاش jack of all trade. يعني jack of all trade is master of nothing. يعني التخصص أصبح دلوقتي جزء من الاستدامة. إن أنا بعرف إن مرجعيتي في الأبحاث أخونا اسمه إيه؟ دكتور سمير. دكتور سمير متخصص في الابحاث، مش كل بحث، ابحاث المياه. ها هيز وورك از سبيشلايزنج ان ووتر ريسيرش، واخد بالك؟ كلايمت تشينج اللي هو التغير المناخي، احنا بنعمل مثلا مؤتمر للتغير المناخي السنه الجايه، مش كل واحد يقدر يعمل فيه، انا ما فهمش فيه لكن انا مؤمن به.
I don't understand the mechanics of it, but I believe that you have to do something. But I need to translate my belief into action by special people, like yourself, if you are specializing in water or agriculture or climate change, وإلى آخره إلى آخره. فالتخصص هو جزء من الاستدامة. يعني بيعرفوا إن ده هو المرجعية. It became a reference point for this subject. التجديد يعني if we keep our work as traditional, we'll never get anywhere. وأنا أقول لكم أغلب المشاريع اللي هنقوم بيها هنقولها رمضان، الأضاحي، اليتيم اللي هو الكساء بتاع العيد، الإفطار الصائم، كتوة الشتاء، كسوة الشتاء، مش عارف إيه الحاجات دي كلها، كفالة الطالب، كفالة الأرملة إلى آخره. طب إيه الجديد؟ مفيش جديد، لابد إحنا نخرج ونعمل شيء جديد المجتمع بيحتاجه. واخد بالي واخد مالكو؟ طبعا عارفهم. طب كويس. طبعاً العمل الخيري هي وجمعيات الاخوان في مصر برضه وجمعيات اللي هي انا معك بس انا قصدي جمعيات الاصلاح بالذات. بتكلم على اليمن. ما انا بتكلم على المنطقه. جمعيات الاصلاح هي من اليمن يعني دائما مستمره في العمل الخيري. بدون توقف. نعم. طيب. حتى تدفع مرتبات اللي ما عندهم دخلنا. طيب جزاكم الله خير. احنا بنجدد اللي هو المشاريع بتاعتنا زي ما حضرتك كلمت من شويه يا دكتور. بناء القدرات ده اصبح دلوقتي ركيزه اساسيه وجزء من الميزانيه، وفي اي مشروع تعملوه حطوا جزء منه بناء قدرات المجتمع المحلي. لازم المشروع ب 100,000 ازود عليها 5 ولا 10 علشان امكن المجتمع المحلي اللي انا بشتغل معاه. من غير كده المجتمع المحلي هيفضل عاله طول عمره علينا. طبعا الجمعيه عندنا في الجمعيه الاصلاح يعملون الناس مشاريع خاصه، يعني يعملون بقاله، نعم، مغسله، يعني نعم جمع مشاريع لحق الشخص، نعم، هذا المكان يشتغل فيه. نعم ده غير بناء القدرات. ده اللي هو بنسميه لايف ليهود، اللي هو بالعربي يعني ايه لو تك الدعم، يعني دعم مشاريع صغيرة. دعم مشاريع صغيرة. معلش بس اسأله، يعني هل ده يشابه مثلا جمعية اصطياد الاسماك اللي كان عاملها الزنداني؟ هي ده، هي نفسها الشبكة مختلفة. هذه اخذوا الفلوس كلها. لا لا يعني شوف انا هقول لحضرتك حاجة، بس لو انت ذكرت المشاريع دي، شراء الشبكة بتاعت السمك، شراء اللي هو التولز اللي هي بتاعت الزراعة والحبوب الزراعة، واخد بالك، عمل الدكان الصغير او الكشك الصغير او الى اخره، كل دي اللي هي مشروع التنمية الاسرية وكفالة الاسرة المجتمعية. الحمد لله. في حاجات مهمة جدا جدا داخل المؤسسة وخارج المؤسسة وداخل المؤسسة وبينك والمجتمع، الاحترام والتقدير والتقديم. respect تقدير يعني appreciation and انك بتقدمه عليك، يعني you forward the people in front of you. recognizing recognizing acknowledgement ده مهم جدا، لان انت لو جبتي حد من المجتمع وعمل شيء جيد وكان عندك احتفاليه كبيره جدا وحطيتي هذا الشخص، شوف المجتمع هيبص لك ازاي. when somebody from the society has achieved something and in a big celebration that you have, you bring this woman or this man or this child on the stage. See how positive you will be seen before the eyes of the society. اديكم مثل، وده ما حصلش للاسف يعني. في رمضان من سنه او من سنتين كان في طفلين يمنيين، معلش هنتكلم على اليمن، بس في برمنغهام عندنا ثلاث يمنيين بعدين نص سنه برد من اليمن. انت مين اللي خلاك تقوم من غير اذن؟ لا لا انا مبسوط، انا هذا عشان اختنا. لا الثاني. ففي الليله دي ما صلوش التراويح، واخد بالكم، وكان في ولد غرق في في في, في الكنال، فانقذوه، نزلوا وانقذوه، وكان اولادنا عندهم 14 سنه و16 سنه.
فأحد الشاب قال لي على الفكرة عليهم، قلت لهم طب تعالوا نعمل لهم احتفالية في المسجد خلاص. فرحت أكلم الإمام بتاع المسجد، قال لي دول ما صلوش التراويح. أنا مش قادر أوصف ما أوصل ما على على على, على قاعدة واحدة نقف عندنا عليها. قلت له التراويح سنة ودول أنقاذ واحد، نجيبهم علشان المرة الجاية صلوا التراويح. رفضوا. خدت بالك يعني دي العقلية بنتكلم عنها في مساجدنا. يعني these two children during Ramadan they were not praying تراويح. They're playing football outside. And a third one fall in the canal and was drowning. And they saved them. We wanted to appreciate the work of the two young children, but the Imam refused. تخيلوا بقى لو كان الترفلين دول طلعوا قدام ألف مصلي واحنا قلنا لهم جزاكم الله خير، كان حيأثر ده عليهم إيجابيا في علاقتهم بالمسجد إزاي أو بالدين إزاي. Imagine if these two young children actually stood up in front of 1,000 people and shook hands with them saying thank you our children. How much this will impact them. في 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 مثل تاني أنا فاكره في في الألفية اللي فاتت، مش كده؟ إحنا دلوقتي في أني ألفية دلوقتي. المهم كنا عاملين حاجة اسمها الدورة الرياضية بتاعت الأغاثة الإسلامية. يعني Islamic Leaf Games. This was 1991-1992 حاجة زي كده. But there was young people sleeping in the room. بيتكلم كلم 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 كلم. عدت عليهم الساعة 1 الصبحية والساعة 2 يا ابني نام بقى نام بقى مفيش فايدة. الساعة 3 الصبحية at 3 o'clock in the morning I switched the light and told them if you don't sleep and pray fajr you will never win. خلاص ومشيت. قلت لهم لو ما نمتوش وصليتوا الفجر مش هتكسبوا. كورة بقى ومجنونة. اليوم اللي بعده الساعة 5 أو 6 بالليل second day at 5-6 o'clock in the evening three or four young people jumping. قلت لهم ايه؟ we won. احنا كسبنا. قلت لهم طب مبروك. قال له مش فاكر انت قلت لنا ايه؟ قلت له انتوا مين؟ الدنيا ظلمة بقى مش عارف اي حاجة. قال له you came and told us if you don't sleep and don't pray fajr you will never win and we won under 16 and under 18. فالحته دي انا مش بقول لك مش بتكلم عن نفسي اعوذ بالله مش بس بتكلم عن انه ربطتي الانجاز ها بالصلاه. فالاثنين حصلوا مع بعض فاصبحت دي موجوده يا نوى تكون مفعله ليهم في كل مكان وفي كل زمان. التطوع لابد المتطوع عندنا فولنتيرزم فولنتيرز و هاف تو ريسبكت ذا فولنتير لان فولنتيرز كود بي وان داي ذا تشيرمان اوف ذا اورجانيزيشن اور ذا سي او اوف ذا اورجانيزيشن or the head of the department. زي ما الراجل الانجليزي علمنا وهم بنحص على الورد راوند الطالب ده اهم واحد عندنا في المجموعه. Respect all the volunteers. وبعدين مش المتطوعين ما يتعاملش معاهم اي موظف باي كلام باي مش عارف ايه لا. You should be looked after by the top. This is the heavy investment in the society. Like look after the volunteers. لان الفولنتيرز دول هيكونوا سفرائك في كل مكان وفي كل زمان. يعني في مثلا بنت شفناها بسم الله ما شاء الله انا جاي متجوز من افريقيا من اسبوعين تقريبا. I was in South Africa 2-3 weeks ago and very nice young woman. She's a teacher. يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على ايه على العمل اللي بتقوم به. واحنا حبينا هي حتزور بريطانيا. She's going to visit Britain. I think she'll be landing next week or this week coming. And we to respect her, احتراما ليها هنخليها تزور كل مكاتب المؤسسة في المكتب الرئيسي. زائد المخازن. زائد الدكاكين الخيرية. عشان تحس انها قيمة وحيثية ترجع بعد كده هو الجنوب افريقيا تتكلم عن كيف وماذا تفعل الجمعية. لأنك لو أنت بتبني شخصية المتطوع وهو صغير تجعله قائدا وهو كبير. Invest in human resources, invest in volunteers.
حاجة تانية عشان الاستدامة، عدم عبادة الاسم والشعار والشخص. يعني مثلا عاوز انا اتكلم اشياء سيئة علي انا. مثلا انا اسست حاجة. خلاص. يفضل طول العمر. ليه? بأمارة ايه يعني? في ناس احسن مني هيجوا بعد كده. والنجاح بتاعك يا اختي اسمها رانيا. انت اسمك ايه? سلامة. سلامة سومالي ولا سلامة اريتري? سلامة مقبلك. النجاح بتاعك ان انت ما تقعديش لغاية ما ترضيك ويتكلموا عليك كلام سيء. تقعدي لغاية ما تبدعي وبعدين تقول لهم جزاكم الله خير انا هعمل حاجة تانية. ودايما اللي بيترك وراه انجاز بيكتب اسمه في التاريخ. لكن اللي بيطرد من المؤسسة لا يتحدث عنه احد. It's always the one amongst you who leave when he was achieving and succeeding, he will leave legacy behind him. But the one who will be thrown out of the organization, nobody will talk about him. Don't ever worship the logo أو الشخص أو المؤسسة. نبقى المؤسسة المعلمة المتعلمة. We need to become the learning organization. يعني ايه learning organization? يعني تعالى كده انت اسمك ايه? صالح. الصالح ولا صالح? صالح. صالح. يعني شوف صالح. انا اصغر منه مثلا باربعين سنة. انت راجل عجوز انت. ها? ها? ايوه صح. ده صدق انه بقى عجوز. يا ابني من لما هتبقى عجوز هتبقى شكلك ايه? فدوري انا كمدير هو عنده خبرة معينة ما عنديش. لأن سنه وفلسفته وثقافته تختلف عني تماما. تربى في جيل غير الجيل اللي أنا تربيت فيه. أنا أتعلم منه هو عايز إيه. وعلمه خبرتي إيه. دي المؤسسة المعلمة المتعلمة. This is the learning organization. The top teaches give the knowledge to the bottom and the bottom give the knowledge to the top. So it goes like this. تروح كده. في الداخل يعني ما بين إبداعات صالح وفكره وما بين خبرة الدكتور وخبرة أختنا رانيا وخبرة أختنا سلامة إلى آخر إلى آخر. فلازم كل واحد فينا يعلم الثاني. حتى اللي هو الحارس على البواب. البواب ده ممكن بيشوف أشياء غير عادية ما حدش يعرف يشوفها. ما حدش بيشوفها. احنا قاعدين في مكتبنا. لازم أسمع له. Even this porter or the cleaner, they see something which you don't realize. And they see all of us in and out. We have to listen to them and learn from them. Thank you, أخ. شكرا أخ صالح. تبادل الخبرات. أيوة. The learning organization. من الداخل. الاستفادة من التاريخ. ما ينفعش يا أخوانا أن ما يكونش عندي أرشيف. I have to make archive. To register everything have happened this year, this year, this year, this year, this year. علشان الأجيال اللي هتيجي بعد كده هو تستطيع أنها تقف على أرض صلبة. Because the generation to come should stand on a very solid ground. Documentation. Documentation اللي هو إما بالصورة والفيديو أو بالكتابة. كل حاجة. بل كل حاجة نتكلم عنها. انا بس اتكلمت كده في عجالة عن ما عارفش كم نقطة. 25 نقطة. مبالك هفتح المجال للأسئلة دلوقتي في الاستدامة. Sustainability. وبعدين اللقاء التاني هيكون حوار مفتوح. كل المشاكل اللي عندنا نحطها على الترابيزة ونبتدي بقى نعمل ايه? عراق ساخن. الاستدامة. انت كنت عايز اسأل سؤال واحدة فيك انا عايز اسأل سؤال الاول انا قلت لها استني شوي. انا جاوبت عليك بس تنبيه هنفخها بعد 20 دقيقه ان شاء الله. طيب ممكن هم يقولوا تعليقات على ال 25 نقطه دول او في الاستدامه. دلوقتي نتكلم في الاستدامه sustainability. اتفضلي. الفقره الاولى هي الاستدامه. مفيش الفقره الاولى الاستدامه. ازاي نخلي مؤسستي يعني دائمه العمل وفي الوجود. يعني في مؤسسات بقى لها 100 سنه. أوكسفام دخل على 90 سنة مثلا.
مجموعة الصليب الأحمر والهلال الأحمر عدت 150 سنة أو 160 سنة، إزاي استدامت المؤسسات دي كلها؟ الأزهر موجود عندنا في مصر بقاله 1000 سنة، إزاي استدام؟ جامعات الزيتونة في تونس أو بتاعت اللي في لا اللي في اللي في المغرب في تونس لا في المغرب في واحد تانية اسمها اللي عملتها فاطمة الفهرية بس أنا مش فاكر. لا الزيتونة دي في تونس. هذا اللي في المغرب هي في فاس. يا عم أنا عايز اسم الجامعة. قرويين 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 دي. وخلي بالكوا فاطمة الفهرية أصلا من تونس مش من المغرب. يعني بس بقولها كده عشان بقول لك كان دور المرأة إنها أسست جامعات من مئات السنين. فالاستدامة تفضل. ممكن تيجي هنا بس عشان نسمع صوتك؟ لا. طب السؤال هو ايه؟ اذا كان خلصت من انا خلصت ما عايزكم تتكلموا. بس هو بس حبيت يعني استدامة دكتور ذكرت ان المؤسسات حتى تستمر ويكون عندها العمل المستمر والمستدام يجب ان يعني تراعي النقاط 25 اللي ذكرتها. طيب انا سمعت رأي ابغاك تعطيني تقييمك فيه ان المؤسسات ليس ضروري انها تستدام لكن المؤسسات تؤدي مهمة معينة. نعم نعم. إذا انتهى المشن هذا فهي تنتهي. نعم. كيف تنتهي؟ تنتهي إن مثلا تغير تخصصها على سبيل المثال أو إنها مثلا تتوقف وتحول العمل هذا إلى جهة أخرى وهي تنتهي خلاص تغلق مؤسسة وتبدأ في مهمة جديدة. طبعا السؤال بتاع حضرتك ان هو يعني ممكن مؤسسة عشان مهمة معينة انا حسيت ان في بعض المبادرات طلعت عشان اريتريا مثلا المجاعة في سنة 83 و84 ومنها الاغاثة الاسلامية احنا ما وقفناش لان ما سميناش نفسنا المؤسسة الاريترية للاغاثة سمينا نفسنا مؤسسة اسلامية للعمل الخيري فاستمرنا بحيثية ان احنا بنعمل ايه بنتدخل في العمل الاغاثي في كل مكان في العالم من حقك ان انت كبورد ان انت خلاص قول مهمتي انتهت وقفلت ومن حقك ايضا انك عايز تستديم في العمل بتاعك فانت الامر مش قرآن to become sustainable to become long term it's not قرآن it's your decision as board and the response and actually your objectives if the objectives are not suitable for the people they are not going to support you فممكن يكون تدخلك حتى في العمل الإغاثي يعني مثلا MSF اللي هو المؤسسة اللي هي Medicine Sans Frontier اللي هي أطباء بلا حدود تدخل إغاثيا فقط ولا تعمل أي مشروع تنموي خلاص أصبحت ميشن بتاعتها معروفة إن في كل مكان في العالم بتجيب عيادات طبية وكذا اللي الدور الإغاثي وانتهى الفترة الإغاثية بتمشي قبلك واكد خدت بالكم تفضل استاذ هاني لكن سن الدعم المالي هو مهم يعني طبعا انا مش مختلف معاك صح لانه شوف مثلا احنا الدعم المالي مهم طبعا اي لا في دعم مالي شفت كيف تكون مؤسسه نعم احنا عندنا في مهم كيف انه واحد شيخ الله يرحمه مؤيد كان كنا احنا في الجمعيه نعمل رسائل يا شيخ احنا في الجمعيه كذا كذا عاوزين نكون تبرع عاوزين معنا اليوم في رمضان كذا كذا فشيخ محمد مؤيد هذا ايش عمل؟ راح ابدا تاسيس الجار اللي في اليمن كله فقال انا عاوز منكم تعطوني يعني هذا القمح شهريا يعني مش عاوز منكم اسمه موسمي لا نعم يعني شهريا تعطينا 10 اكياس ولا 20 كيس نعم 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 حتى الان حتى الدكتور ايش عمل؟ فتح مخبز خيري كويس كويس يعطي الناس كل يوم يعطي الناس كل يوم كويس مجانا نعم يعني المثل بتاع اليمن في احد الناس طيبين زي ما احنا عارفين instead of taking the money from the people ask them to give them him the, اللي هو الويت اللي هو القمح يعني وحاول change it into bakery وgive bread free to the people في حاجة أنا نسيت أقولها في 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 ديمومة المؤسسة مفروض أنتوا يعني تقيموا عليها الحد فيها إزاي نقعد أتكلم ساعة ونسيت أقول الكلمة دي طب أنا نسيت أقول إيه what did I forget to mention في الاستدامة لو ما عرفتوش احنا في الدور كام هنا انا كنت في الدور كام هنا انا ده الدور التاسع او ممكن يعني بشت
بس في يعني في مستقبل تحت مستقبل تحت على على الجنة. انا ما حضرتش من البداية. طب قولي انا نسيت ايه. احتمال يكون انه يعني مستحقات لا لا مش دي حاجة 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 هي اساسية عندنا وانا نسيتها. يبقى انا ارتكبت كبيرة. ها؟ لا عندنا كلنا. لا ما كلمنا على خيالها كتير. ها ها استدامة الثقة لا حاجة زي كده الاستثمار قربت. قربت قبل الاستثمار بتعمل ايه؟ ها؟ تخطيط. لا لا ألم لا 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 بعد الفند بتعمل ايه؟ الخطة. لا 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 بتعملوا كيان. اسم الكيان ده ايه؟ المؤسسة. لا ما هو انت عشان مؤسسة تستديم تعمل جنبها كيان الوقف. شفت انا بقى يعني انتم مفروض تكونوا على حد دلوقتي كم جلدة؟ انا كنت اتذكر ما قلت الازهر لانه من ضمن عشان الوقف يعني الوقف يعني ها الوقف تراست بتقولي ايه؟ تعالي اقف جنب هنا تعال هنا بالانجليزي يعني انا قلت تراست او تراست او فاونديشن انداومنت انداومنت. فالوقف هو الكورنر يعني ايه؟ انا بنصحكم يا شباب بنصح او جبت على المال اهو ده هيوزع عليكم كام؟ هتدي مليون النهارده؟ ها لا عرفتك مش عايز راسك احنا عايزين فلوسك. فاما تاسسوا مؤسسه من اليوم الاول فكروا في الوقف من اليوم الاول ان شاء الله تاخدوا من كل تبرع 1 أو 2% من كل من كل من كل تبرع يجي لكم. بس الوقف ده معلش عفوا هل الوقف ده مخصص اي للجمعيات الاسلاميه ولا لكل الجمعيات؟ لكل الناس يعني كل الناس. انا اقصد لا لا لانه الوقف ده معروف في الاسلام انه توقف حاجه لل... وحتى في الكنائس عندها اوقاف والمعابد عندها اوقاف كل... نقصد المجتمع المدني. عنده عنده ليه لا الوقف كلمه متعارف عليها دوليا. طبعا طبعا دوما دوما يعني انا ادي لك مثلا يعني سنترال لندن سنترال لندن نيكست ذا بارلمنت جنب البرلمان الكنيسه ليها يمكن نصها الحته اللي جنب البرلمان دي بتدخل دخل وده شيء جيد جدا. الازهر كان عنده اوقاف كتيره. الازهر كان عنده اوقاف بسم الله ما شاء الله والاوقاف مش من مصريين بس يعني اوقاف الازهر وقف was in billions في اللاند وفي البروبرتيز وفي كل حاجه دي كلها تحولت الى وزاره اوقاف. They changed it in the ministry of قاف. ministry of قاف is a corrupt ministry. انا معي بس الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله اليمن. جامعه الايمان. طبعا جامعه مش حكوميه هي خاصه اهليه اهليه نعم اهليه اصل خاصه يعني برايفت اهليه طبعا الجمعيه على الجامعه على حسب الوقف يعني كويس ناس في قطر ناس في السعوديه كلها وقف على شوف شوف الوقف لكن المشكله التهمه بالارهاب بغض النظر انا مش بتكلم بقى على الحاجات السياسيه انا بتكلم عن دلوقتي ايه انا هعمل جمعيه دلوقتي اغاثيه او جمعيه تعليميه educational or relief or development when I start I have to have a fund for وقف from the very beginning. Why? Then most of the big the most famous universities have وقف in billions of dollars. عندهم أوقاف ببلايين الدولارات. هارفارد هارفارد الاسد بتاعها مور ذان 40 بليون دولار اوكي في اي شيء يعني ايش في انفستمنت في بروبرتيز في كل الحاجات دي كلها في ستوك اكسشينج اموال الوقف الفند قابل للاستثمار طبعا ده لازم تستثمر لازم بس يعني يو ماست انفست ذيس ماني اذروايز ويل بيكام بيبر بيبر ماني بس هل بعضها بيعتبرش ربا؟ لا لا انا بالنسبه للمسلمين استثمر زي ما انت عايز الاخرين بيعملوا زي ما هم عايزين تبرعات يعني الوقف انت بتقولي المتبرع ايه you tell your donor I want to make وقف or you tell your donor that I will take
1% of any donation you give to me. البروجكت تبعك. I want to, شوفي التبرع هيكون نوعين، اما تبرع للوقف مباشرة donation for the وقف directly or you tell any donor that I will take 1 or 2% from your donation to the وقف. انا هاخد 1 او 2% من اي تبرع بيجي لي احطه في صندوق الوقف. لان الوقف long term، الوقف ده يعني على مدى بعيد 10 و20 و30 سنة. يعني لما الازهر كان عنده حوالي، انتوا عارفين الفدان المصري بكم؟ يعني 4200 متر مربع، مش زي مثال هكتار 10000. كان الازهر عنده 146 الف فدان في الدلتا، ده بس الارض الزراعية. This 146,000 Egyptian فدان was only for الازهر. Just the land. لما هم حولوا في كل الدول العربية دلوقتي الأوقاف الأهلية إلى أوقاف حكومية، أصبح ما فيش إبداع فيها، وأصبح فيه تسيب، وفي بعض الأحيان فساد. Becomes corrupt ministry. Yes. حد يفهم ولا عشان أنا مش عارف هو. لا بس أنا سأق ما هو تليك تعليق في جنبي. لا مش هينفع. حرام. لا مش هينفع، مش هتخبط. لا يمكن انا لما تقفي جنبي هشيع عليك اشعاعا فبتدي تفهمي. الوقف يا بنتي، لا في الوقف هو يعني. اي وانت ميت سبيك انجلش؟ اي حاجه بس عشان اي حاجه ولا ايه؟ كفرنساوي يعني؟ انجليزي عشان انجليزي خلاص. بس عشان مش فاهم. الوقف، الوقف اتس ذا لونج تيرم انفستمنت تو سستين ذا اوبريشن اوف ذا اورجانيزيشن. خلاص يو جيف مي ماني to invest for the organization, not in the organization. For the organization. The first step of waqf is to buy your headquarters, to buy your properties. Yeah, مثلا انت بتدفع ايجار دلوقتي. You pay rent. And instead of paying rent, you buy the building. So that means that you save maybe every year £50,000 or £100,000. No, I'm talking about assets. الوقف is assets and investment. Assets in land, assets in property, assets whatever you call it. خدت بالك؟ والassets ده بيؤدي الى investment. خلاص؟ وخلي بالك الوقف ده ركيزة إسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هو حبس رأس المال ها لكي يستفيد منه المسلمين فيما بعد. لخدمة. تفضلي. يعني هل كان وقتها الوقت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيت مال المسلمين؟ كان في الاصل الاوقاف كان في بيت مال المسلمين ايام سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب يعني هي هذه المبالغ الفلوس اللي فيها كانت مجرد ان هي تخزن ويعني كصندوق وتعتبر هو هو كانت تستثمر؟ هو كان اغلب الاوقاف في هذا العصر كانت الاراضي والمزارع، واخد بالك؟ الاستثمار ده جه بعد كده لما اتطور الامر. يعني مثلا ايه، انا متبرع حبست هذه الارض للمسلمين، فهذه الارض ها زرعها واكلها يعود خيره على المسلمين. ده في ده في المحادي. حاليا دلوقتي اصبح في تطور العلم وتطورت الاوقاف، اصبح استثمارات. يعني في الستوك اكستشينج في بتستثمر انت، بس كان لو ريسك عشان ما تخسريش، واخد بالك؟ اصبح في حاجات كده، اصبح في شراء ويعني تاخد ايه مال الوقف تشتري عقار وتبيعيه بكره لمصلحه المؤسسه، فتعملي ايه اللي هو الربح ده يكون لمين؟ للمؤسسه نفسها. اصبحت انت مثلا دلوقتي اصبحت انت دلوقتي عندك ايه، اشتريت شاف العماره دي كلها اشتريتيها باموال الوقف عشان تدخل دخل شهري توظفي منه او تصرفي منه على المؤسسه. ده ما كانش في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الفكرة كانت حبس المال. The idea was to keep this land for the Muslims forever. For a forever. ومش من حق الورثة انهم يفك الوقف. And there is no right for the people who inherit you or me after I die to take this وقف away. يعني وقف مدى الحياة. مؤبد، نعم. مؤبد. طب بعد انتهاء المؤسسة ايش بيحصل في الوقف؟ يعني المؤسسة أديت أغراضها وانتهت. It depends on
يعود the law of the of of the of the of the government. أو عندك أو يعود لمؤسسات شبيهة له في الم... ما هو لما ده اللو اللي هو اللي هو القانون القانون المحلي بتاع بتاع البلد. تفضل تعال جنبي عشان أنا عايز أتعلم منك. لا ما ينفعش. تفضل أنت أقصر مني شوية بس أنا أطول منك. كيف إن أنا بقصر أطول منه هو أقصر مني ولا لا؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما يمشي جنب واحد يبقى طوله، ما حدش كان يبقى أطول منه. دي من المعجزات. تفضل. طب انا مش هوقف جنبك، هوقف في الركن يعني. انا مش الرسول يا ابني. طيب تفضل اتكلم. كلام الدكتور في موضوع الوقف اخوان الكرام، يمكن هو موضوع شويه طويل يحتاج حقيقه يعني برنامج خاص، لكن بضيف لكلام الدكتور انه الناس يخلطوا كثير من احيان في القطاع الخيري وفي المؤسسات الخيريه بين الاوقاف وبين التبرعات والاموال اللي تاتي. التبرعات والاموال اللي تاتي هذه للتشغيل، لتشغيل المؤسسه، لتشغيل المشاريع. أما الوقف هو حبس هذا المال لمنفعة عامة. من يوقف؟ بعض الناس يخطئوا برضو خطأ آخر، يقولوا نحن نؤسس مؤسسة الوقف الإسلامي، الوقف كذا. أنت ما تأسس مؤسسة وقف. الوقف في تاريخه الطويل كان تجار المسلمين أو التجار في أي مكان أو في أي مكان في العالم، حتى هنا في الغرب، كانوا يوقفوا هذه الأعمال، هذه المباني، هذه العقارات، هذه الاستثمارات، هذه الشركات للمنفعة العامة. فالذي يوقف هو صاحب المال وليس أنت. لكن يأتي مثلا تاجر من تجار أو رجل أعمال أو جهة معينة، تأتي للدكتور هاني في الإغاثة الإسلامية تقول له دكتور أنا لن أعطيك مال، أنا أعطيك مشروع أو تمويل، أنا شايف المبنى هذا حوقفه للمؤسسة. إيش سوي الدكتور هاني؟ يأتي الدكتور هاني الآن يأسس إدارة خاصة فقط عشان دير الأوقاف، ما تخش في إدارة المؤسسة. يعملوا فندق، يعملوا مطاعم، يعملوا زي شيء. أي شيء يعود كمان. أيوة يعود ريعه لهذه المؤسسة ولهذه المشاريع. ما يجي الدكتور هاني يدخله في المؤسسة ويقول هذا من أموال المؤسسة، لا، هذا وقف الآن يعود ماله لاستثمارات المؤسسة الخيرية الإنسانية المجتمعية. في نقطة أخيرة إخواني الكرام في الموضوع هذا كذلك، موضوع الوقف هو حقيقة من يوم ما يعني أصبح وقف حكومي وأصبحت الحكومات قتلت الوقف. تعرفوا أنه كثير من الأوقاف كانت تصرف على الدول والحكومات وعلى الجيوش وعلى كل شيء. يعني الأزهر في بلد مصر الذي ينتمي من الهيئة الدكتور هاني، كان الأزهر يقرض الدولة من أوقافه. من أوقف الأوقاف هذه؟ المجتمع، تجار المجتمع ورجال الأعمال وأصحاب المال وأصحاب الخير كانوا يوقفوا هذا الأمر. في الغرب هنا كذلك الموضوع الاستفسار يعني شيء كبير جدا حقيقة. جامعة هارفارد على سبيل المثال، تعرفوا أنها وقف، يعني ما يملكها إنسان، ما يملكها أحد، هي وقف، لكن وقف هذا يعود قاعد على تطوير هذه المؤسسة. نعم، هو موضوع كبير حقيقة، أتمنى إن شاء الله نفرده لقاء قادم. شكرا دكتور. تعريف بالسويل يعني ستيف تلسا، إن ستيف تلسا آر إن تيب أوف إن يوريدسك برشون سوم تيل skillnad från föreningar och bolag. Varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen förvaltar en ekonomiska förmögenhet som en eller flera fysiska eller juridiska personer stiftare har avsatt för ett särskilt ändamål vilket ska vara över längre tid. Beswidi. Ja. Ja, beswidi. بس السويد عندنا الوقف غير عن الجمعيه. انا انت الحين كان في لينك. لا انا ما قلتش كده، انا قلت لا انا بقولت ان الوقف يعني انت بتجمعي اموال في الجمعيه للوقف بعد كده. يعني انا ممكن يكون عندي جمعيتين، ممكن يكون عندي جمعيتين، جمعيه عاديه وجمعيه تانية بتخدم جمعيه اسمها جمعيه الوقف. انا بجمع اموال الوقف اما مباشره لجمعيه الوقف، واخد بالك، او الجمعيه بتاعتي اللي بتجمع اموال كتير جدا اخد منها نسبه، او للمتبرع يا اخت سلمى ولا سلامه، يا اخت سلامه انت هتدينا 1000 جنيه كل شهر، هاخد منهم 2%. سلامه موافق، انا اخدت منها في السنه 2% في 12000 جنيه يساوي مثلا 2400 جنيه ولا 2000. انت بتقولي لهم بقى نعم. وبعدين بعد كده لما تكتمل اموال الوقف بتعملي ايه بقى؟ تشتري العقارات اللي اتكلم عنها اخونا، او بتستثمريها لصالح عمل الجمعيه. واضحه؟ ايوه. بالسويدي؟ لا عشان بالسويدي؟ بالنسبه لي الفكره ان
هي مفيش سويدي يا مرسي. ما هي خلاص ما عملت جوجل بس برضه مش جوجل. ايه ومش جوجل ايه؟ ما انا موجوده وانا جوجل. ها شباب عبد الله مش انت بتاع الفلوس؟ تعال جنبي هنا، تعال جنبي بس مش هسمعك. لا 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 تعال 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 بس عشان اجوزك هنا. تعال سويد مسموح بس واحدة يعني. ما واحدة بالدنيا والآخرة. أريد حل. لا بس إنه شو اسمه استفتلسة، أنا أفتكر هي فاونديشن. بس هذا هذا اللي الوقف أو تراست هو فوند بالسويدي. ففي حتى هاي الأرفيس فوندن، هاي هي تجيها الفلوس اللي ما عندها وارث. اي فلوس ما عندها وارث يجي لعندها عن طريق كمر كوليجيت، هو صندوق، وهي اللي بتوزع على مشاريع معينه بالمجتمع. 2018 بصفحتها موجود انه هي مولت اكثر من 400 مشروع ما يقدر 640 مليون كرونه. فهي افتكر انه استفتلس هي فاونديشن. شكرا شكرا. اسمه كلام استفتلس. كان خلاص خلص السؤال. قول سؤال. السؤال كان ايه يا عبد الله؟ اسم المؤسسه السويدي. يعني انتوا لازم تتكلموا سويدي، كلموا لوندي. طيب في حاجه ثانيه يا شباب؟ ما احنا هنصلي، نصلي على النبي ونصلي على الرسول. الاول نقيم عليك الحد زي ما انت قلت. طيب يلا. اريد ان اضيف يعني اللي هي دافع. اعتقد الفلسفه تاع الوقف ايضا انه عدم الاعتماد كل مره على الجمع وزي كل الاشياء، انك عنده شيء ثابت وتستثمر فيه، وهذا الشيء ثابت يعني تاخذ تمول عمل سواء كان تعليم او اقاس يعني. فهي عمليه يعني لونج تيرم يعني لونج سيكتد يعني. فهذا هو اللي انه بدل انت ما دائما تعتمد على الجمع وكذا يعني. فبالتالي مثلا على سبيل المثال فالان في السودان عمل اقاسي كثير. لو كان هذه المؤسسه الاقاسيه كانت استثمرت، اشترت اماكن ومدارس، تاجرت هذه الاموال، مثلا جمعت اقاسه اريتريا جمعت 10 ملايين، نصفها بس فقط عملته للوقف، كان الان ما تحتاج تشحت ولا كذا. فايش عنده شيء مستمر على سبيل المثال. على سبيل المثال ادي لكم نعم. على سبيل المثال مثلا في إثيوبيا في عندها أكبر مسجد اسمه مسجد أنوار يعني في ماركاتو يعني. فهذا بني في عصر الطليان لما دخلوا استعمروا إثيوبيا 5 سنوات، فبنوا المسجد، فحوالين المسجد عملوا دكاكين يعني تابع المسجد، هذا عملوه وقف. إلى يومنا هذا مسجد أنوار يملك هذه الدكاكين، وإيجارها كله وقف موقوف، الدخل هذا موقوف لأعمال المسجد، تزيير الدعوة، أي عمل المسجد يقوم فيه عنده دخل ثابت يعني. فبالتالي ما يحتاج دائما يعني يشحد أو كل يوم الجمعة تعال يا جماعة برعوا وكذا وكذا، لا، عنده شيء بي بلان يعني. شكرا. طيب مش أي سؤال تاني قبل ما نختم ونلتقي بعد نص ساعة البريك، نص ساعة فين أخ أحمد أمير؟ ها؟ بعد نص ساعة نلتقي ولا كم؟ ها؟ هو احمد هيصلوا عشان انا معايا طيب كلام. بس قد ايه هنلتقي بعد البريك عشان بس ان لا سؤال شخصي. اتفضل. هل يقرب لك جمال البنا؟ لا، انا ابويا نزلته في الفيسبوك. السؤال ده اسئله بس سأله بعد قد ايه البريك. هناخد حوالي ربع ساعه للبريك وللصلاه ونعود ان شاء الله باذن الله تعالى يعني. اوكي ربع ساعة. طيب الاخ سالني سؤال شخصي، قال لي هل يقرب لك جمال البنا؟ انا ابويا اسمه عبد الجواد السيد مصطفى حموده البنا. ممكن تخش على الفيسبوك بتاعي؟ لا خش لا لا خش على الفيسبوك، هتلاقي ابويا وعمي وجدي لا لا وجدي مدفون في البقيع، وابويا مدفون في مدينه نصر ان شاء الله، وعمي ها لا اله الا الله ما قلت لك هو عبد الجواد السيد مصطفى حموده البنا. عبد الجواد السيد مصطفى حموده من عندكم من اب من اليمن.
يلا لا لا يلا بالسلامة. هنلتقي بعد ربع ساعة في جلسة عشان بس في جلسة أسئلة وأجوبة محرجة. فنلتقي بس مباشر بعد كده ربع ساعة في جلسة إيه أسئلة وأجوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير شير. طيب في عندنا حمامات يعني بالنسبة للحمامات في موجود بعد المكان القهوة على اليمين. بس تعمل إبا.